قبل ما نبدا صور على الايكو اللي كاين في الفيديو، واسمحوا لينا وصافي. بيت خاوي شو دير؟ يلا وفهمت 16 خويا جاي، فهمت 16 شنو واقع خويا. شد الشي والله الا هو. يلا نرجعكم مرحبا بكم في فيديو جديد. طلع علاش وماشي راجل كتعطل والله وعلاش سمعتي شي حاجه؟ سمعتي شي حاجه؟ شلا انا ما سمعت والو. سمعتي انت شي حاجه؟ انا والله ما سمعت والو. سمعتي انت شي حاجه؟ انت ما كتهضريش وكيتي مالك تاعو ما عرفتش. في الفيس انت دير ماك واحد لايك واحد سبسكرايب، وحيتاش انت زوينه صابط. دابا دير واحد الكومونتير زوين، ما كاين ما ولا كاين. الدراري القطه والهردوزي كيدابز وحق الله. بوسي بوسي. دابا الدراري رجعنا للفيديوهات، ما كاين ما ولا كاين. كل نهار فيديو يا ربي تمسخن. الفقره اللي تيحبوها الجميع، اليوم نرياكتيو الفيديو ديال فري فاير مره اخرى. بلا ما نطوليكم، شكرا بزاف على 550 الف مليار. صافي ما تنساش دير معاك واحد اللايك، نحاول نوصلو الفيديو 50000 لايك. ودير شحال ما قدرتي دير كومونتير باش تغي كومونتا الفيديو. هذا هو الانستغرام ديالي اللي كنتي مازال ما جيتيش. الانستغرام. بلا ما نطول لكم خلينا ندوزو الفيديو. حقا نسيت الدراري اللي بغاو شوبي واللعيبات. جبت لكم مروان الدراري، راه ما يمكنش، راه كان كيشوبي لريو قبل ما يدخل للشراكه. راه الدياموند عنده كي الروز اصاحبي، عنده شي عروض هربانين ديال بصح وراه شاق على حسابي. اما شي كونطاش عنده راه لا يمكن، راه ابي لاباطو شرا من عنده الحساب والله. سولوه ترى ايرون مان يموت السحب. بغيتي تخلصو باورو نسيا اش كاش بليس بريد بنك، راه خونا ما يمكنش. هادي لافيش ديالو النمره ديالو، عكس سيت كوبي النمره تلقى اللينك ديالها في الديسكريبشن. بيس. نبداو الدراري باول فيديو. وان طاب اسلامي الحمد لله. الله اكبر كيصلي الدراري. اول فيديو زويون كي دار هذا الترينين ومتيمي معاه. اوكي واش اكرم بيرجعات دابا البلان ديال ان هادو كيفاش تنظمهم في الترينين؟ ما يمكنش تسمح ليا، عندي راسي ما شفت والو الدراري. لا لا بلا 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 بلا، ولكن ديك اللقطات اللي درتي راه عاديين زعما، فهمتيني؟ القطة ديالي ديرهم وصاحبي كندير واحد اللقطات راه تيرا لا يمكن الصح. تشاخي لها دوز انا عارفه ولا ما يحتاج تقولوا لنا فاش تكون راضية عليك الوالدة. او شوف ما دي بطلة السيرفايف في البرازيل كاملين فيريفي. شوف رونالدو حل المشاكل والله الا طيح دابا راه فرحان غيموت بالفرح. دراري كنت كنلعب في ستريم على الجلوبال وما كملتش، السبب هو رونالدو. انا ما كنلعبش برونالدو. تقول شي واحد السلام عليكم تيطلق لك رونالدو تقتل. ما عندك ما دير والله. دابا بغيت نقول لكم درت واحد الفيديو انا وايمن وبطاطو وفاروق ديك الشيء هربان ديال بصح. نخلي لكم اللينك في الديسكريبشن، ما تنساوش تشيكوا البلان. كتشبه مايكل جاكسون شويه الصاد ديك الشوفات نو رامي. هذيك كتشبه لواحد خدنا في واحد السيري ديك الليش الا عرف شو الليت ماشي الليش يا ربي. الليت خوت لا ماشي إليش. لا الصاط تخلطات لي مع واحد السيري اخرى. وات بسومة الدراري اش كديري بسومة يا خشو كي دايره الاخر الدراري. هادشي كامل عاد شكون دارو لنا الروميكسر كيبقى يضيع الدراري كيصدق دايرنا هادشي بتضيع ديالو وحق الله. ولكن اخويا هاد اللقطة راه لا يمكن. بلا ما نقول المقولة الشهيرة قولوها انتوما في لي كومونتير. يلا وفهمت 16 خويا جاي، فهمت 16 شنو واقع خويا. شد الشي خويا. ما بغيتش نقول المقولة الشهيرة ولكن فري فاير أحسن لعبة في العالم، واسمح ليا. بلان راه فيديو مخدوم عليه بالروح ولا فيه العذاب؟ والله حتى فيه العذاب. عرفتي شحال ديال التقطع في هذا الفيديو؟ راه ما يمكنش. وا خونا ما كيشوفش الانميز ديالو الصح، عنده الحاسه السابعه شي عارفك منين دايز غيدور يستقدر. بقى بقى كيلعب بحال هكا شي 3 شهور غتكون دايز مورا هكا في الحياه الواقعيه غيجبدك بحال هكا فهمت. اي حس بيه كيشم بنادم ما وكلي تيلعب بجوار ميني هادشي راه ما يمكنش والله. بوشا قتلت واحد ما لقيتش لوت بوكس باش لوتيه، وانا ما عنديش ميدكيت خصني باش لوتيه، ما لقيتش لوت بوكس انا عارف بلاصه فين قتلتو. ما يمكنش هادشي. بغيت اللوت بوكس ديالي ولا غادي ندعيكم؟ انتما راه عرفتش شكون معاكم.
كولونيل انغوس كوتش راه مي هاد اللعيبه كطرق قلت لشي واحد كنمشي للوتي ما كنلقاش لوت بوكس السبب باش الله ما عرفنا السبب شوف ليك دابا حنا رجعنا رجعنا ايوا ارى الحبان ديالي داك انستغرام مسكين راه توحشته اكثر مني كاع بلي تنصت بدك البنيتات الزوينه صافي دابا صيفط لك انستغرام كاين شي حاجه اخرى او كونتري فاير تا هو توحشته ويلي شحال هادي وحيدتي 16 من ديال البنات عرفتي صافي شحال نلقى راهم بعدا قولي زاهي مع راسك فداك تيك توك انت ودوك الزوينات ما قدرتش نكمل الدراري هاد الفيديو الله يخطفك الحق اخي كي اف سي وحق الله الدراري هاد كي اف سي راه ماشي مغربي الدراري هذا السوداني اللاعب فري فاير السوداني صحابكم مغربي ولا شي حاجه راه من السودان هذا اين انت يا دي بي ال هذا مونتاج كلاوي والله الا مونتاج كلاوي اسمح لينا اسمح لينا بزاف بالزرب جري جري ما تشوفش اللور طرا اف بي ان تري فايف ام نوكي وا ويهرب لي كتحضر ديك النهار تري فايف بيت عندي دابل اواعي بقيت غادي شويه ولا ما كان ما عنديش تحيدوني من الشكاره اوتوماتيك قسما على قدمك انا مازال ما فهمتش والله ما فهمت اول مدفع في فري فاير مدفع فين هو هاد المدفع اخويا فين سرعه 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 هنا كان كيسخن ليه في القنبوله هو طاير في لانش بيد صاير هنا اي كيو مليار وي 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 هنا راه فين بلا صاحبي راه فين اللي بغى نوريه كيفاش يدوز بريفي شنو تورينا اخويا واش نيت رومات اليميتي خويا هادشي راه عمرنا شفناه خويا فين ندوز عندك بريفي تيك توك ديالو حماقه سيرو الدراري كتبو حماقه غيهرب لك كيفاش هو اللي مأديتير روم هو اللي مأديتير روم ودير لهم انفو كيسباوني وكيبقاو يصدمو على ديك البنوات اللي كيلونسيوه الروم مكفيهاش القرقاس فيها غير البنوات اصاحبي كتضرب ونقص موكلي فكرة ولا حرام سخوط طلعها عليه ايه اجي ياس واحد الصويت عنده كيف بقاو فيا بحال هادو سمعيني اطفي مصعب واحد سويش عنده وعمل لما عقل يلمه اوه او تاني يا الله ورا داع ما بغي نلعب داع الروح كيف كيف والله يلي كيف كيف ادخلوني هذا ميكراو ما تعودش قل له اخرج عليه خويا انا مقبيه وكيخدلوها هو ما قتلش هذاك اللي ضدو ما فهمتش كيحكر على هذا اسرع شخص في اللعبه وا خويا خفيف والله الا خفيف بالرجوله ما كذبوش اجي وان فيس وان اجي نهضر معاه دي بي ال ان هو يدرنا فكرة جديدة السحب نايس نايس ايديا والله جا نايس اركض برك وانت درلو والله ما كرهت الدراري هاد اللعيبة بالرب هادي هي الحل ديال رونالدو والله حتى هذا هو الحل ديال رونالدو خويا دوز بريفي ورينا الطريقة راه ما يمكنش انايا ما يمكنش نكمل بفري فاير مع رونالدو ازام هذا ستريمر الدراري عنده قط بان له الانبوت في وسط ستريم
كيستريمي في يوشي برازيلي وقيلة عنده قريب جد المليون يا اخ تحلي الانبوت وسط السرين ناري 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 هذا الفلان ما تبغيش العدو ديالك ما تبغيش لي واه زيان لامكم يا المزيتين هذا الفيديو تفرجت له شوفوا شوفوا هذه العيبه والله الا فادني بها مولا هذا الفيديو فادني بها شوف دابا ملي كطيح هنا كتقول ما نطلعش اجي شوف طلع عياش اللي تجربتها بعادني هذه العيبه شي جوج المرات تا يا تا 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 دير سكوب شي ايزي والله هي زوينه والله هي تبلاني اللي عجبتني هاد اللعيب صاحبي كوني عرفت شحال هادي كنطيح تما كنبقى كيشي كل يوم بوبويز اصلا انا صاحبي راه كل يوم صاحبي تولي تقول لك راه انا عند امك ما سمعتكش واش دخل ولا مازال دخل دخل هذاك هذاك شكون هذاك بشوية يا بشوية يا وزي يقول يا عطيني نيميرو واتساب ديالك صيفط لك دابا ميساج و نديرو انا وياك ابيل فيديو دابا نوريك نوريك يخ نوريك كلشي 07 03 24 24 05 شحال 05 05 20 شحال اخويا في الاخر يخ هذا تقول ولد ولد شين الدراري عربان والله يتعرف سميتو الطالع الدراري تابوني وعندو كيدير صوت دابا تجي كتمطلع على الدراري والله يتعرف بنادم فهاد فري فاير والله يتنفربل بالله Wait a minute something ain't right شوف انت ضربة في الارض فري فاير هاكر 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 يا جماعة لو انتبهتوا لحركاته هاكر هاد السلاح جديد كيزيد 60 كيضربك كيزيد 60 كيتشارجا شش بران عندهم جوج سلاحات كيسويتشيو ثلاثة السلاحة وحط واحد حدا رجليه شو الزون فين راهم شوف والله حتى غيجيبو البويا بحال بحال هكا لا بقاو ما كينقص ليهمش الدم داكشي في البلاصه الناس ديال السيرفايفل بقاو يديروها شوف ما كنحملش هاد الشيء الدراري والله ما تنحملو بالله شوف على حياتك كي دايره ما فري فاير ما تشوف هادي شوف والله الا من نهار دارو رونالدو وانا الله رلو فري فاير هاكر نايس تحية لك من المغرب ايزي تحية منك لمدينة لحواوني تحية لمدينة لحواوني دراري كان هذا هو الفيديو ما تنساش دير معاك واحد اللايك وواحد سبسكرايب هذا هو الانستغرام ديالي بغيتي تجي نحاول نوصل الفيديو 50 الف لايك دير شحال ما قدرتي دير كومونتير باش تكون كومونتير الفيديو كامل معكم اسامة والحلدوزي